الشروط المفروض توفرها في الشخص علشان يقدم عشان يحصل على الشقة ويحصل عليها من غير واسطة؟ احنا حضرتك حاطين يعني المحددات الرئيسية انه شخص ما يمتلكش شقة، ما سبقش انه قدم في برنامج اسكان سابق ولا خد قرض تعاوني، ما عندوش هو شقة بتاعته تمليك مشتريها، لان احنا طبعا دي شقة موجهة لحد محتاج سكن مش حد بيستثمر، انها شقة مدعومة جدا من الدولة. السن من 21 ل 50، ما فيش اي شروط اخرى غير انه يبقى في دخل نقدر ندفع منه القسط الشهري. الدخل للاسره لا يتجاوز 3500 جنيه صافي شهريا، ولو شخص اعزب 2500 جنيه صافي شهريا. حضرتك بتقولي ما سبقش انه يكون قدم في برنامج سابق، طب ما هو ممكن لا يكون قدم وما اخدش، ما فيش مشكله، لكن اخد عشان يبقوا عارفين. انا بقول حد تملك شقه او حصل على شقه من وزاره الاسكان بالزبط. او احد جهات الدوله المدعومه، لان يعني انا اكيد عايزه اوفي كل الناس اللي ما خدتش دعم قبل كده قبل ما ابتدي اكرر الدعم لنفس الشخص. تمام. طيب سحب الكراسات منين؟ سحب الكراسات من مكاتب البريد، في 600 مكتب بريد احنا فاتحين من اول مايو لسحب الكراسات. لحد النهارده بعنا، لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك دي فيها، بعنا 440 الف كراسه شروط. الناس اللي دفعت المقدمات لحد دلوقتي حوالي 70 الف. عاده احنا يعني بنبقى عارفين انه دفع المقدمات دايما بيتكدس في اخر يوم او اثنين او ثلاثه يعني. طيب. فاتمنى ان مكاتب البريد بقى تتحمل. احنا على فكره بعتنا كاميرا يا دكتوره مي، بعتنا كاميرا قدام احد مكاتب البريد، تعالوا نشوف الناس وهي بتسحب الكراسات.